مستمعينا الكرام، صباح النور عليكم، صباح الخير على الجميع. جمعة مباركة كنتمناوها لكم على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. تحياتي الخالصة لكل أوفيائنا وكل مستمعينا. شهية طيبة لكل من هو على مائدة الإفطار، طريق سلمة لكل من هو على الطريق، وصباحكم سعيد، صباح الصحة والسلامة على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. تنرحبوا بالجميع وبكل أوفيائنا. وكالعادة حاضر معنا اليوم ومشرفنا أستاذ محمد الحليمي، أخصائي في التغذية. صباح الخير أستاذ محمد. أستاذ محمد صباح الخير، جمعة مباركة. إذن في انتظار إعادة الاتصال بالأستاذ محمد. غادي نشير الموضوع اليوم، ربما هذا موضوع اللي كيهمنا وكيقيسنا جميع. شي مرات كنحسوا بالعياء المفرط، أو لا كنحسوا براسنا ما مرتاحينش نهائيا، ديما فاتيغي، ما قدرش تفيق الصباح، ما قدرش يعني تكون نشيط في اليوم ديالك، ما قدرش تمشى حتى جوج خطوات من الدار للحانوت مثلا، كتحس بواحد العياء تام، واحد الهبوط في الداس ديالك. وملي كتمشي عند طبيب وكدير التحاليل وربما بعد الحين كيوصف لك طبيب بعض الفيتامينات وبعض المكملات، كتحس براسك كانك كتكب الماء في الرمله، يعني ما كتوصلش واحد النتيجه، لان لي زاناليز وكل شيء كيكون مزيان، ولكن كيكون يعني داك العياء مستمر وما كيحيدش. كثير من الناس كيربطوه بالجانب النفسي، ولكن هادشي واش حقيقي؟ يمكن تكون واحد النسبه نفسيه، ولكن كاينه نسبه اخرى كترجع لحياتنا ونظام حياتنا والتغذيه ديالنا. اليوم غادي نعرفوا بطبيعه الحال هاد الاسباب هادي مع الاستاذ محمد الحليمي. استاذ محمد مرحبا بك مره اخرى. تحية لك أختي سكينة، وتحية لفريق العمل، تحية المستمع الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. الله يطول عمرك وجمعة مباركة بإذن الله. أمين يا رب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ محمد الحليمي. كيف مسلف التقديم هذا إشكال ربما صبحوا كيعاني منه كثير من الناس، كيقول لك أودي كنحس بالعياء ديما، درت لي زاناليز حتى مشكل ما عندي، حتى فيتامين ما ناقص عندي. في بعض الأحيان كيقدروا يوصلوا بعض الأطباء بعض المكملات وفيتامينات إلى غير ذلك، أو من قبيل يعني الفيتامينات المكملة أو المغنيسيوم أو باش يعاون، ولكن تيقول لك أودي والو داك العياء ما بغاش يحيد. كنا نرجعوا هذه المسألة ربما لنظام حياتنا، ستريس، التلوث، الأكل ديالنا للأسف اللي ماشي في 100% صحي، يعني الناس عاد دوك يردوا البال شي شويه الاكل ديالهم، ولكن دائما كتكون هذه المعاناه وديما حاس براسو عيان، ما قادش يتحرك، ما قادش يمشي لخدمته، ما قادش يكون نشيط. الى اي حد يمكن تكون المسببات الغذائيه داخله في هذا الباب هذا؟ نعم، هو فعلا هو التطور ديال المجتمع والتقدم ديال المجتمع والتقدم ديال اي امه، لابد ان الافراد يكون كنسميو حنا الفرد النشيط، ولا بد ان الافراد يكونوا افراد اللي هما نشطاء وافراد اللي هما غادي يعطيو واحد المجهود. ما تنتظرش من واحد ما عندوش طاقه، من واحد اللي هو كينعس هو عيان وكيفيق هو عيان، انه يعطي في المردود في العمل ديالو. ما هو حنا دابا بالنسبه لنا راه كلشي كيمشي للعمل، ولكن المردود الحقيقي اللي خاص الانسان يعطيه للمجتمع ديالو، لان اي واحد كيشتغل الا وراه كيتقاضى اجر على ذاك المردود اللي كيعطي، وهذا هو المجتمع وهذا هو الجيد في المجتمع. لكن واحد الشخص اللي هو غادي يجيبه يشتغل سواء كان في وظيفه عموميه او لا في قطاع الخاص او لا في اي قطاع، لابد ان هذا الشخص يكون مشحون بطاقه. داكشي علاش كنبداو حنا مثلا العمل في الصباح الباكر، علاش؟ لان من المفروض ومن الطبيعي اننا هذا الشخص هذا يكون محمل بطاقه. للأسف أن من المفروض أن التزود بالطاقة يتم عبر التغذية، عندنا مشاكل كثيرة في التغذية. من المفروض أن التزود بالطاقة يتم عبر النوم، عندنا مشاكل في النوم. من المفروض أن التزود بالطاقة يتم عبر العلاقات الاجتماعية اللي خاصة تكون بيناتنا، والابتسامة اللي خاصة تكون بيناتنا، والمعنى الحقيقي للمجتمع. للأسف كل واحد شد على راسه في العمارة، وكاينين 6 و7 و8 العائلات ساكنين في العمارة، هذا ما كيهضر مع هذا. إذا هذا التزود بالطاقة ربما أصبح جسم الإنسان جسم غير مزود بالطاقة، جسم ربما يمشي كجثة للعمل ديالو، ولكن كمردود واش كاين مردود ولا ما كاينش مردود. المثال غادي نعطي مثال بسيط جدا، كل شيء اليوم عند لنا القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم ركز كثيرا على الأمثلة، والأمثلة مهمة جدا. أي واحد اليوم عنده هاتف نقال، هذاك الهاتف النقال واحد لومون في اليوم، واحد الوقت في اليوم كتحطو باش كتشارجيه يتشارج الضو في العمل ولا في السيارة ولا في المنزل. هذا هو الجسم ديالنا. الجسم ديالنا ما يمكنش انت النهار كامل انت كتشتغل به
ونهار كامل وانت كتحاول انك تجمع به هذاك القوت اليومي ديالك والرزق ديالك كجسد جيد جدا، لان احسن استعمال للطاقه في الكون ماشي السياره ماشي الطائره، هي الجسم البشري. وبالتالي الجسم البشري فيه طاقه قويه، لانه هو اللي صنع السياره، هو اللي صنع الطائره، هو اللي يطلع الفضاء، هو اللي كيدير كل شيء. وبالتالي التزود بالطاقه لا بد منه. حنا شنو هما المحطات اللي كنزودوا بهم بالطاقه في اليوم؟ محطات عديده ومتعدده. شوف سبحان الله، ملي غادي في الطريق بغيتي دير المازوت، كاين لا مارك هادي ولا مارك هادي ولا مارك هادي، ودخل في ما بغيتي دير المازوت ولا ليسونس ديرو. الجسم ديالنا كذلك فيه محطات. اول محطه، وهذه عافاكم الله يعطيكم الخير نعقلوا عليها، هذه المحطه هذه ماشي اي واحد كيتزود منها. اول محطه هي محطه الصلاه، لان ملي كيكون انسان ضعيف والرسول صلى الله عليه وسلم عطانا المعنى ديال هذه المحطه هذه، ارحنا بها يا بلال، صلاه. الوغ اول محطه، انا كنقول اي رب عمل إلا ما يسمحش للناس يصليوا الظهر، بالنسبة لي أنايا هاد الشركة مستحيل يكون فيها نجاح. علاش؟ لأن إلا ما خليتيش هذاك العامل يصلي الظهر غادي يجي غادي يبقى خدام، ولكن المردودية غتنقص، والناس لاحظوا هاد المسألة هادي. إذا أي رب عمل لابد أنك تعطيه وقت اللي يمشي يصلي فيه. إذا الصلاة هو تجديد الطاقة. المعاملات، لأن غادي نشوف باللي التغذية غنخليها هي الأخرى. ألوغ المعاملات ما بيناتنا كنعطيو الطاقة. شوف مثال بسيط، ملي كتشوف الدري الصغير كتبتسم له. علاش؟ لأن يعني في طاقة إيجابية. شوف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ابتسامة في وجه أخيك صدقة. علاش صدقة؟ لأن هو كياخذ طاقة وأنت كتاخذ منه الطاقة الإيجابية. شوف إلا كان شي واحد معصب جالس حداك غادي أنت تعصب. علاش؟ لأن يعني خليتي منه الطاقة السلبية. إذا هذه كذلك محطة من المحطات التزود بالطاقة. كذلك لا 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 النوم. الناس اليوم النوم خاصة نعرفه بلي هو، وما كنهضرش على النوم 8 سوايع أو 7 سوايع أو 6 سوايع، كنهضر على لو سوماي ريباراتور، النوم اللي كيعطينا الصيانة للجسم. والنوم ما كنهضرش على عدد الساعات، ما بقيناش كنهضروا على عدد الساعات، ولينا كنهضروا على لا كاليتي، على الجودة ديال النوم. لأن ملي كتكون عندك الجودة ديال النوم كيكون إفراز الميلاتونين، والميلاتونين كيحمي الخلايا، ماشي هو هرمون النوم، هو هرمون الحماية. هرمون النوم هو الفالونتونين. إذا هادشي كامل هدايا كيخلينا الجسم التزود بالطاقة. زيد كنزيدو التغذية. ألو التغذية هي كذلك محطة من المحطات التزود بالطاقة. للأسف أن من المفروض أن النوم يكون تزود بالطاقة ولا كيسلب منا الطاقة لأنه ولا سهر بزاف. من المفروض ان الاكل يكون هو محطه للتزود بالطاقه ولا هو كيسلب منا الطاقه، اذا ما بقيناش كناخذوا طاقه. كذلك العلاقات الاجتماعيه، كذلك الصلاه، الانسان كيجمع الصلاه النهار كامل هذه ليست بصلاه. داكشي الله سبحانه وتعالى قال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اذا الرحمه ان الانسان لما كيصلي يتزود بالطاقه، لما ينام يتزود بالطاقه، لما يتغدى يتزود بالطاقه، لما كتجلس مع عائلتك. شوف كتمشي عند والديك، كتمشي عند والديك، كتمشي عند خوتك، كتدخل المنزل وليداتك، كتحس بواحد الحراره، هذيك طاقه، هذاك التزود بالطاقه. والتزود بالطاقه تما كيكون اترافير واحد الهرمون سميتو لوسيتوسين. اذا شوف هذا التزود بالطاقه، وهذا للاسف هذا بحال واحد التليفون، كلشي اليوم كلشي مدا شارجي، العياء العام او القلق او ما يعرف بالبيرن اوت، هادشي كامل هذايا هو عباره عن واحد ايبويزمون. علاش؟ لاننا كنجري وراء هاد الحضاره هذه. اذا للاسف ولات واحد الحاله الان، والاخوان الاطباء كيعرفوا هاد المساله. كيجي عندك مريض كما شرتي استاذه سكينه، كيجي عندك مريض كنقلبوا حنا على لي ماركور بيولوجيك، لي ماركور بيولوجيك هما التحاليل الطبيه، كنلقاو بلي التحاليل الطبيه كلها جيده. اي بورتون حنايا انطلاقا من هذيك التحاليل الطبيه خصنا نقولوا للمريض ما عندك والو. ملي كتقول له ما عندك والو كيقول لك ما يمكنش، انا كنحس براسي سافا با، ما يمكنش. والناس باش يعرفوا راسهم بلي راه عندهم عياء، الناس اللي كينعسوا عيانين وكيفيقوا مدقدقين، يعني كاين اللي كينعس عيان وكيفيق اكثر من عيان، بالمصطلح الدارجه ديالنا كيفيق مدقدق. اذا هذا هو الهدف من هاد الحلقه هذه. غادي نشوفوا شنو مستويات الطاقه، شفنا المحطات اللي ممكن اننا نزودوا بهم الطاقه. اليوم غادي نهضروا على محطه وحده اللي هي التغذيه. شنو شنو من شأن ان هاد التغذيه من شأنها انها دير لنا في الجسم ديالنا؟ كيفاش التغذيه ولات هي عباره عن فقدان للطاقه، مع العلم انها هي محطه للتزود بالطاقه؟ هذا هو الهدف من هذه الحلقه ان شاء الله باذن الله، باش نوضحوا هذه النقط هذه ان شاء الله. نعم.
ربما هنا يعني استاذ محمد الحلمي كيتطرحوا مجموعه الاسئله كيقدر يعني الناس ربما كيقولوا انا كندير المجهود ديالي مثلا كناكل كنحاول ناكل صحي ما امكن كنحاول ندير واحد لاكتيفيتي فيزيك اولا كنتحرك شي شويه في سبور كنحاول نديستريسي من داكشي اللي كنعيشو في النهار ولكن مع ذلك كنحس بهذا العياء. واش كتعطي يعني الامكانيه ديال انه الجانب النفسي ربما تاثر بشكل كبير اكثر منه الجانب العضوي او التغذيه الداخليه ديالنا؟ لا قبل ما نهضر على الجانب النفسي استاذ سكينه نهضر على الجانب العملي. لان كاين اللي كيقول لك وهذه كنعيشوها حنا يوميا كاين اللي كيقول لك انا كناكل مزيان مي كتهبط معاه للواقع وتحاول تخرج منه شنو المفاهيم اللي كيعتمدها انه ياخذ الاكل ديالو في اليوم كتلقى 99% ديال المفاهيم هي غلطه. هذا هو اللي كيوقع غالبا ماشي جانب نفسي لان بعض الناس كيحاولوا يرميو داك الكره للجانب النفسي. الجانب النفسي اذا كنتي كتصلي وكتنعس مزيان مش مشكل محلول. علاش؟ ان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. والله العظيم لو كان الانسان متشبت بالجانب الديني ديالو الجانب النفسي سيطمئن وبالعكس ستصبح انتايا بالجانب النفسي ديالك بالصلاه ديالك بالجانب الديني انت مصدر للطاقة. كاين الان اشخاص اللي سبحان الله غير تشوفهم ترتاح. تلقى الانسان سبحان الله متشبت بجانب الديني ديالو غير تسلم عليه ترتاح. وكاين الان اشخاص اللي غير تسلم عليه يضربك الضوء. ما عرفتش هذا الاستاذ السكينه واش عمره وقعت لك هذه المساله هذه؟ نعم يعني كتسلم على بعض الاشخاص كيضربك الضوء كاغيمون بحال اللي كيضربك الضوء. ما كترتاحش لشي ناس شي مرات. لا عرفتي الاستاذ السكينه كنهضر على الصعق الكهربائي بمعنى الكلمه. يعني راه كاين حالات الان وغادي الناس غيجربوها كتسلم على الشخص كيضربك الضوء كاغيمون. كيكون الانسان طالع في السياره كيقول لك انا ما عرفتش حسيت ضربني الضوء. هي راه الطاقة ماشي في السيارة راه الطاقة فيك انتايا. إذا هادشي اش كنقول أنايا كاينين أشخاص اللي من شأنهم أنهم يعطيونا الطاقة. اليوم شوف سبحان الله اليوم الجمعة الوقت تجديد الطاقة كاينة يومي وكاينة أسبوعي وكاينة شهري وكاينة سنوي. تجديد الطاقة ديال اليومي هو يتجلى في التغذية والتغذية ديما حاصلة وديما كاينة في هاد المراحل كلها في الصلاة في الجانب الديني. الاسبوعي كاينه في يوم الجمعه مي كيمشيو الانسان كيمشي الانسان ويمشي لصلاه الجمعه وكيسمع الخطبه وتكون خطبه جيده يجدد الطاقه والايمان ديالو. الشهريه شوف المراه مي كدوز الدوره الشهريه ديالها تجدد الطاقه ديالها. الدوره كذلك كاينه عند الرجل في الهرمونات ديالو الوغ يجدد الطاقه. كذلك الا بغينا نجدد الطاقه واجمل اشياء نجدد بها الطاقه هي الحج والعمره. رغم ما كيدير الانسان الحج والعمره كتكون تجديد طاقه في الحياه ديالك كلها. مي كتصوم في الايام الاخرى ولا في رمضان تجديد طاقه سنويه. مي كتصلي في النهار تجديد طاقه يوميه. مي كتمشي للجمعه وكتمشي بكري كيكون تجديد طاقه اسبوعي. اذا الله سبحانه وتعالى عطانا محطات لتجديد الطاقه اختار المحطه اللي بغيتي. وكل ما الانسان اختار هذه المحطات واستعملهم مزيان كل ما يجدد الطاقه ديالو. غير الانسان خاصو يكون بشكل ايجابي. وقلت انا ان شاء الله اليوم غادي نحاولوا نركزوا على هذه المسائل ديال التغذيه. شرتي لواحد المساله استاذه سكينه قبل ما تفوتني هي مساله الرياضه. نعم الرياضه الله يعطيكم الخير هي سلاح ذو حدين. كاين الان ناس اللي كيمارسوا الرياضه وعند بالو باللي راه كيمارس الرياضه هو تضر جسمك من حيث اردت ان تنفعه. انا ما غاديش نهضر بالتفصيل لان واحد النهار كنا درنا حلقه خاصه على الرياضه ومعك استاذ السكينه على عقلتي كنا درنا حلقه خاصه على الرياضه. الوغ اللي غادي نعطي انا هو مساله واحد نقطه لان هضرت بزاف كاينين الناس اللي كيديروا الرياضه في وسط واحد الصالي هو في الريتشوسي ولا هذه المسائل هذه ماشي طريقه باش نحيدوا هذا بالعكس كنا ضر جسمنا من حيث اردنا ان ننفعه. فالاخيره هي المساله ديال الرياضه لان كاين بعض الناس دابا كيمشيو كيمارسوا الرياضه. واحد المساله بغيت لان كنا درنا حلقه خاصه غير نقطه باش ما تفوتنيش هي المساله ديال ممارسه الرياضه. كنا هضرنا وقلنا الرياضه راه عندها قواعد وخاصنا يكون واحد البلاصه يكون الاكسجين وهاد الاشياء كنا هضرنا عليها. النقطه اللي بغيت نشير لها هي كاين بعض الناس كيمارسوا الرياضه تحت واحد الضغط ديال الموسيقى كيكونوا في واحد لاصال وكيكونوا طالقين الموسيقى والباص طالع والحيط كيتهزوا بهذا المصطلح هكا والناس كيقول لك انا كنمارس الرياضه. هذا شنو كيديرنا؟ كيديرنا ان ستريس فيزيولوجيك درنا واحد القلق فيزيولوجي على مستوى الجسم وهنا كنكونوا نضروا جسمنا من حيث اردنا ان ننفع. الوغ بالنسبه لهذه ليست برياضه، الرياضه عندها قواعد وعندها بعض الاشياء باش ما يكونوش نضروا جسمنا من حيث اردنا ان ننفع. فقط هذه النقطه هذه وان شاء الله احنا غادي نشوفوا اليوم ان شاء الله فيما يتعلق بالطاقه
وعلاقتها بتجديد الطاقه، كيفاش جيت نجدد الطاقه. هضرنا على الجانب الديني، هضرنا على النوم ان شاء الله اذا كانت فرصه نهضروا على النوم بالتفصيل. اليوم غادي نخصصوا حلقه خاصه ان شاء الله فيما يخص هذا الاعياء وعلاقته بالتغذيه. غير المساله ديال الطاقه في الجسم هي مقسمه، كاين طاقه كتمشي في التفكير، طاقه كبيره كتمشي في التفكير، ولا بغيتي تفكر خصك وسائل، وسائل تكون وسائل متعدده. كاين طاقه كتمشي في الحركه، وكاين طاقه كتمشي في الهضم. الطاقه الاخيره هي اللي كتمشي في الترميم والصيانه. نتصوروا مثلا عندك التليفون ديالك غادي يدوز لك نهار كامل داك الباتري اللي شارجيتيه في الصباح، انت الصباح كامل وانت كتهضر كيف خاصك تعاود تشارجيه. حنا شنو كنديروا؟ مشاتنا الطاقه كلها مع التفكير. الانسان اللي ما كيفكر صباح مساء في بزاف ديال الامور، في بعض الهموم اللي هي كثيره بزاف، الشيطان كيخلي الانسان انه يفكر بزاف بطريقه سلبيه، الوغ الطاقه كبيره مشات مع التفكير. الهضم، الوغ الطاقه كبيره كتمشي لنا في الهضم. الوغ شوف راه حنا غير في التفكير والهضم، كنهضر على التفكير السلبي ماشي التفكير الايجابي، غير التفكير السلبي والهضم خدانا ما يقارب 90% ديال الطاقه. السؤال المطروح، واش غتبقى لك طاقه للترميم والصيانه؟ واش غتبقى لك طاقه للمستوى الادنى للطاقه اللي جسمي كيحتاجو اللي كيتسمى لو ميتابوليزم دو باز؟ شنو هو لو ميتابوليزم دو باز؟ لو ميتابوليزم دو باز هو انت جالس، الرئه ديالك راه كتشتغل، القلب ديالك راه كيشتغل، الكليه ديالك كتشتغل، فيك البرد راه كتجيك هذيك الرعشه دون اراده. هذا كيتسمى يعني لو سيستيم نيرفي عندنا في الجسم، كاينه فولونتير وكاينه اوتونوم، الارادي ولا ارادي. اللي كيتسمى اوتونوم هذا كيشتغل. واش بقات له طاقه؟ ما بقاتلوش طاقه، غادي تحس بعياء واخا ما كاينينش دي ماركور بيولوجيك ولا التحاليل اللي كتثبت ان عندك مشكل، ولكن غتحس بعياء. اذا احنا بالنسبه لنا الطاقه ضيعناها في التفكير السلبي، الطاقه ضيعناها في الهضم بالتغذيه، لان التغذيه من المفروض انها تجيب لنا تزودنا بالطاقه ماشي تسلب منا الطاقه. والخطير ان التغذيه كتسلب منا طاقه انزيميه، والطاقه الانزيميه هي اللي كيحتاجها الجسم للترميم والصيانه. النوم ما نعسناش مزيان كذلك من محطه للتزود بالطاقه، رديناها محطه لضياع الطاقه. اذا السؤال المطروح هو منين غنزودوا حنا بهذه الطاقه؟ إلا كنا كنفكروا بتفكير سلبي، إلا كنا ما كنعسوش مزيان، إلا كان الأكل اللي كناكلوه أكل يأكلنا، لأن الأكل نوعان، أكل تأكله وأكل يأكلك، حنا كناخذوا الأكل كيسلب منا طاقة، بقاتنا شي طاقة للترميم والصيانة، ما بقاتش. إذا الإنسان في عز اليوم 11 12 غادي يكون عنده واحد العياء، واحد ضعف عام، واخا أنت راك في العمل ديالك، ولكن المردود ما كيكونش داك الشيء. شرطنا اننا نديروا هذه الحلقه، لان هذه الحلقه هذه خدمه للكائن البشري، انه يخدم المجتمع ديالو ويخدم المكان ديالو، لان الرجل الناجح هو الذي يبحث عن عمل بعدما يجد وظيفه. اذا حنا بالنسبه لنا باش تقوم بالعمل بشكل جيد لابد انك تكون مزود بطاقه بشكل جيد. مرحبا. وناخذ مكالمات المستمعين استاذ محمد الحليمي على 0522 46 52 او 51 او 52. نبداو بمدينه مراكش، معنا لاله سناء. صباح الخير لاله. صباح الخير اختي. مرحبا لاله سناء، الا كان ممكن الله يخليك تفي الراديو بقي معنا في التليفون باش نسمعوكم مزيان. تفضلي. اني زعت على راسي. مرحبا، تفضلي كنسمعوك. اول حاجه نبغي نطلب في دكتور الحميمي، بغينا حلقه ثانيه على مرض السيلياك، عندي رجاء كبير من السيلياك. لاله سناء للاسف انقطع الخط. ان شاء الله. مرحبا لاله، بكل فرح نعاودوا نبرمجوا حلقه اخرى ونتكلموا بطبيعه الحال على المشكل ديال الجلوتين وديال السيليا. نمشوا هذه المره، نبقوا في مراكش، نمشوا عند لاله عيشه. لاله عيشه صباح الخير. صباح النور. انا وسنا لاله. كيفك يا صباحك حبيبه؟ الله يطول عمرك يا لاله، لاباس عليك؟ كاين شي برد؟ الحمد لله كلشي بخير. الحمد لله، بارك الله فيك. سي الحليمي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا سيدي على هذه البرامج بزاف. الله يجزيك بخير. مرحبا. تفضلي لاله. عندك دكتور، عندي انا واخا ماشي الموضوع ديال اليوم الله يعطيك الحف، عندي مشكل ديال المراره الحيده ياك. وتنجلس ديك شهرين ثلاث شهور كيتجمع لي داك المرار، عرفتي؟ وملي تناكل شي حاجه هكا تنتغدى ولا المهم تناكل كيتجمع داك شي حاجه كنبدا تنرد. نهار الاربعاء راه مشيت نموت نهار الاربعاء، داك الشيء اللي رديت سبحان الله ما عرفت فين كان. هذا شنو اللي كيتجمع عافاك؟ ما فهمتش انا شنو اللي كيتجمع. المرار. اها. كيتجمع لي المرار بزاف. وباش كتحسي انت باش كلي باش عرفتي باللي راه المرار؟ المرار من بعد ما تضرني المعده ديالي
بدا تنرد ديك الماكلة وتنرد المراري بدنيا خضراء بزاف. واخا نجاوبك ان شاء الله. مرحبا ياك دكتور. ان شاء الله. مرحبا لك. ان شاء الله نجاوبك. تفضل استاذ محمد الحليمي. نعم هو السؤال ربما الاخت قالت بعيد عن الموضوع، هو السؤال في صلب الموضوع. علاش؟ لان باش تكون عندك طاقه في الجسم وسبحان الله واحد العضو، لان باش نفهموا الاشياء بسيطه جدا، لان فهم الجسم والاشياء تاتي بالعلوم ما كتجيش باشياء اخرى. احنا الله سبحانه وتعالى اقرا باش باسم ربك الذي خلق. الوغ احنا عندنا واحد العضو، اي حاجه كليتيها اي حاجه كليتيها، احنا الوسط الداخلي راه ماشي هو الفم، ماشي ملي كتدخل شي حاجه في فمك راك دخلتي شي حاجه في الوسط الداخلي. احنا الكائن البشري عافاكم عقلوا عليها، الكائن البشري يعيش على ما يمتص، كنعيشوا على داكشي اللي كنمتصوا. يعني ملي كتاكل راك باقي في الوسط الخارجي، فوقاش كيدخل الجسم ديالك في الوسط الداخلي. حتى كنوصلوا للامعاء، الامعاء 7 متر الطول ديالهم، المساحه ديالهم 200 متر مربع ملعب ديال التنس. الامعاء ديالنا راه المساحه ديالهم ربما ملعب حتى الملعب ونص ديال التنس، 200 متر مربع ماشي سهله. الوغ الجسم ملي كيمتص وملي كيدخلوا الفيتامينات الاملاح المعدنيه الفيتوستروجينات الفيتوستيرول يبقاو الالياف في الامعاء، هذوما وسط خارجي. وسط داخلي ملي كيدخلوا هاد العناصر الاملاح المعدنيه وفيتامينات وهاد الاشياء اللي كيدخل للجسم ديالنا عاد كنتسموا احنا في الوسط الداخلي. شنو كوقع؟ اي حاجه دازت من الامعاء عبر لي جونكسيون سيغي دخلات للدم، شنو كيدير للجسم؟ كيشد هذاك الشيء كامل وكيديه للكبد، كيدخلوا بعدا لواحد محطه المعالجه. انت هذاك محطه المعالجه الى عندك الى عندك ذاك المحطه مزيان. علاش الناس في رمضان يومين الاولى فقط يومين كيحسوا بالعياء؟ علاش؟ لان الجسم كيكون بسبب انه كيحيد السموم، والكبد كيكون عليه واحد الضغط كبير، اذا الجسم كيشد هذه العناصر كيديها للكبد. انا كنقولها وكنعاود، اي واحد على وجه الارض الى عنده كبد جيد فانت ربحتي 40% ديال انك بعدتي على الامراض، الكبد جيد. الناس كيهضروا اليوم على لو ريجيم ديتوكس، لو ريجيم ديتوكس لا يوجد. علاش؟ لان لو ريجيم ديتوكس الجسم ديالنا كيقوم به يوميا. ملي كتمشي شرف الله قدركم المرحاض هذاك الديتوكس، ملي كتنفس هذاك الديتوكس، ملي كتعرق هذاك الديتوكس، ملي كتخرج الفضلات هذاك الديتوكس، ملي كتشرب الماء هذاك الديتوكس. اذا حنا الديتوكس ماشي شي واحد جابوا لنا، الديتوكس هو الجسم ديالنا، هي وظيفه حتميه، لولاها لما استمر الكائن البشري ولو يومين. نعطيك مثال بسيط جدا، الا بقات الكونستيباسيون فقط للافتراض، بقات الكونستيباسيون مده طويله صافي ممكن يموت الانسان. اذا حنا الديتوكس راه ماشي شي حاجه جات، الديتوكس بحال المنزل، نقولوا اليوم غادي نديروا النظافه غادي نخرجوا الازبال، هي نورمالمون الازبال خاصها تخرج يوميا، راه ماشي شي حاجه جديده. حنا الديتوكس هو بعض الناس ركبوا عليه باش يزينوا المجلات، باش يزينوا الجرائد، باش يزينوا المواقع الاجتماعيه، باش يجيبوا واحد لقاء مثلا تلفزي على الديتوكس. اما الديتوكس الجسم ديالنا كيقوم به بشكل جيد جدا وبشكل رائع جدا. بالعكس هاد لي ريجيم ديتوكس اللي كاينين دابا عاد كيزيدوا بالدارجه، عاد كيزيدوا يهضموا لنا الجسم. اذا حنا الجسم ديالنا ملي كتكون عندك كبد جيد فالديتوكس يقوم به الفنان ديال الجسم ديالنا في الديتوكس هو الكبد. اذا حنا كنقول هاد العناصر ملي كتمشي للكبد، الاخت قالت المراره، ملي كنحيدوا المراره، المراره هي واحد العضو كيجمع لنا داك الصفراء، كيجمع لنا داك الصفراء، وملي كتجي الاكل كيجي للامعاء وخاصه الاكل الدهني، الامعاء كتفرز واحد هرمون سميتو السيسيكا الكوليسيستوكيني، كتمشي للمراره كتقول لها بغيت انا ديك العصاره باش نقطع انا هاد الدهون، كتهبط هذيك المراره عبر واحد القناه كتسمى كانال سيستيك. الوغ حنا ملي كتحيد هذه المراره كتولي غير الكبد كتفرز مباشره عبر واحد الكانال كيتسمى الكانال ايباتيك اللي كيتلاقى مع الكانال ديال المراره اللي كيتسمى الكانال كوليدوك، كتولي الكبد كتكب مباشره في الامعاء. اذا اللي غنصح الاخت انايا باش تكون عندك، لان هذا الحموضه اللي كتحس بها ربما تكون الحموضه ديال المعده، اما هذه المسائل هذه ممكن تكون غير الناس اللي محيدين المراره الله يعطيكم الخير، والناس اللي ما محيديش المراره فقط الدهون ديال زيت الزيتون وبعدها الدخول الدهون الاخرى قدر الامكان. انا كنقول قدر الامكان. نعم. ناخذوا معنا مكالمه مواليه بطبيعه الحال وحنا مازال مستمرين، نمشيو لمدينه الدار البيضاء للا حنان. للا حنان مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. تفضل للا كنسمعوا السؤال. وصلت لخمس شهور وخرج لي الحميد الحبوب شويه هو يتطور الحاله ولا زي الحاله حاقسين بالمطيب. مشيت عند خصيصي جيت خرجت لي كورتيزون والبوتاسيوم وداك الشيء، بقيت كنشرب فيه مده عام.
وانا ولدت 3 اشهر خرجت بعاشي الحمد لله والسري بعاش داكشي. ودابا يا فات بديت تاني دابا هاد المرحله بقيت نشرب الكوكتيل لمده عام بالمي غرام بزاف يعني بقيت كنشرب دابا داري السكر وداري الهشاش في العظام وكنحس بالعيا يوميا. ودابا انا ما عرفتش شنو غادي ندير ورجعت لي الحاله دابا بديت كنحب حتى ما كنعش في الليل. دكتور الله يجازيك بخير عطيني شي حل ما عرفت دابا شنو ندير. تفضل استاذ الكريم. هو اول حاجه الله يعطيكم خير هذا فقط طلب للمستمعين والمستمعات باش كنعطيو الموضوع الحق ديالو نبقاو نخليو الاسئله في الموضوع لكن هذا طلب علاش لان ماشي ما نجاوبوش نجاوبو غير حنا الموضوع باش نعطيوه الحق ديالو. اولا بالنسبه لي انا ما نقدرش نعطي الحل الاخت لان الحل ماشي حل سحري وانا ما عمري غنعطي الحل السحري وما عمرنا كنديرو كونسلتاسيون باغ تليفون لان التليفون ما ماشي كونسلتاسيون. اللي مطلوب من الاخت انها تمشي عند المختص لان الناس كيسحبون باللي راه كنسمعوا التغذيه وكنسمعوا هذه الاشياء راه كاين حل سحري ما كاينش حل سحري راه كاين اشتغال. التغذيه الصحه راه دايره اكثر من البكالوريا راه ما يمكنش العام كامل وانت ناعس وتشد البكالوريا في راس العام في الاخر ديال العام ما يمكنش. كيف الصحه راه خاصها اشتغال خاصها عمل جاد خاصها عزيمه خاصها اراده راه ماشي الناس اللي نبقاو نديروا كون نعطيو اشياء سحريه. نحن ما كنعطيوش اشياء سحريه حنا كنعطيو الاشياء اي انسان عنده مرض كيدير هاد النقط هادوما غادي يحس بواحد التحسن. لاني غنطالب من الاخت انها تمشي عند المختص وطرح لي هذا السؤال هذايا وطرح لي هذه الاشياء هذيا. كاينين الناس اللي كيخرجوا عند المختص كيحشموا يسولوه وهذه المساله هذه خطا فادح كيحشموا يسولوا المختص وكيمشيو وكيبقاو يسولوا اسئله من بعضياتهم ندوروا هذه المعلومات وندخل للانترنت وبقى نقلب. حنا بالنسبه لنا حنا ما نقدروش نديروا التشخيص عبر الهاتف وما كاينش. انا قلتها ما كاينش شي واحد في شي برنامج اعلامي ولا تلفزي ولا في شي اذاعي ممكن يدير لك التشخيص في الهاتف. حنا فقط نوجه كاينين المختصين الاخت تمشي عند المختص اللي نتبع معاه فقط المساله ديال لي كورتيكويدرا. كانت الاخت كتبع معنا الحلقات فهضرت انا على المساله ديال لاكورتيكوثيرابي. لاكورتيكوثيرابي باش نهضر عليها المساوئ ديالها ماشي من التخصص ديالي انايا واخا غير المساله ديال النظام الغذائي. في لاكورتيكوثيرابي قلنا مرارا وتكرارا يجب اننا نقص الصوديوم المواد المصنعه يجب اننا نقص الملح يجب اننا نحيدوا السكر والحلويات لان كيدير كيقيسنا هذا الكورتيزول كيقيسنا من ضمن ما كي الاعراض ديال العواقب ديالو كيقيسنا الهرمونات منها الانسولين كيرفعنا الضغط. داكشي اش خاصنا نقصوا من الصوديوم. خاصنا ناخذوا الاغذيه الطبيعيه النباتيه علاش لانها خاص باش فيها بوتاسيوم والجسم كيكون فيه مشكل البوتاسيوم على كورتيكوثيرابي. زائد اننا خاصنا ناخذوا النبات كنركز عليها ونسطر عليها بقلم احمر النبات باش يكون عندنا كالسيوم لان هاد لاكورتيكوثيرابي كدير لنا واحد النوع من ديزيكيليبر ولا عدم التوازن على مستوى الكالسيوم. فقط هادشي اللي من حقي انا نهضر عليه في النظام الغذائي. اما الاشياء الاخرى تمشي الاخت ضروري ترجع عند المختص ديالها. وانا هذا الطلب انا كنعرف الاخوان الاصدقاء ديالي مختصين راه كيجاوبوا على اي اسئله غير لو فات انك واش كطرح الاسئله. كاينين الناس اللي ما كيطرحوش الاسئله حتى كيخرجوا برا عاد كيبقاو يطرحوا الاسئله على بعضياتهم. مختص وجد انك باش تطرح لي الاسئله وكنحمد لله الناس كيجاوبوا بصدر رحب على هاد الاسئله. مرحبا. بطبيعة الحال حنا كنذكروا دائما موضوعنا اليوم استاذ محمد الحليمي اللي هو يخص يعني ذاك العياء اللي بغينا نعتبروه عياء شامل دون اسباب ربما طبيه صرفه ولكن كتقدر تظهر يعني علينا علامات العياء المستمر. اذا ربما هذه الدردشه ديالنا ونقاشها مع المستمعين. بطبيعة الحال كتكون حلقات مفتوحه نهايه الشهر اللي يمكن اننا نطرحوا فيها جميع الاسئله اللي ربما كتبغيو انكم تعرفوا عليها اجوبه. غادي نرجعوا لمدينه الدار البيضاء وناخذوا معنا لالا حنان. اهلا وسهلا لالا. صباح الخير لالا حنان. اذا للاسف انقطع الخط. نمشيو عند سي عبد الله من الفقيه بن صالح. مرحبا بك سي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانتم كذلك سيدي علينا وعليكم. مرحبا. دكتور حليمي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله سي عبد الله. السلام عليكم الله يبارك. الله يعطيك الخير شكرا. سي دكتور عندي أنا هذا المشكل هذا ديال كنتكلم معك طول كل جمعة كنتكلم معك عندي هذا الشيء ديال الليكاز وكيكون ودابا كيضرني أنا هذا الشيء ديال كنكون مدقدق ضارني رجلينا ضارني الكتاف ديالي ضارني الراس. نعم. البطن كيزبح. نعم. فهمتي؟ نعم. انا دابا المهم انا دابا فاقد البصر ما بقيتش كنتحرك دابا ما بقيتش كنخدم بخير ما تضرني حتى حاجه دابا ملي وليت عمري دابا ما نعم
نعم كتحرك شي شويه سي عبد الله ولا جالس مره كاع لا والو غير تنضرب ذاك 200 متر و 400 متر و 500 صافي وشنو ولا شنو المشكل اللي كيخليك ما تتحركش بغي نشوف داك ها ولا نجاوب ان شاء الله باذن الله غادي تاخذ الهاتف ديالي خليك غادي ترجع للاخت سميحه وتخلي الهاتف ديالي ان شاء الله باذن الله تفضل اسيدي شكرا قول لي هو صوني عندي انا دابا راه ما نعرفش نقيد النمره دابا ما واخا واخا يرجوك الصندوق وناخذ الرقم الهاتفي ديالك مرحبا مرحبا تفضل استاذ محمد الحليم نعم هو اولا تحيه لكل الفئات المجتمع المغربي جميع الاعاقات ديالهم ربما اللي كنقول انا كاين بعض الناس اللي هما اسوياء وعندهم اعاقات وكاين بعض الناس عندهم اعاقات في الجسد ديالهم واكثر من الاسوياء غير باش نوضح هذه النقطه هذه كاين انسان سوي وتهضر معاه في الدماغ ديالو معاق وكاين انسان معاق وتهضر معاه في الدماغ ديالو هو سوي اذا الاعاقه ماشي هي لان بالعكس كاين الناس اللي عندهم اعاقه وداك الاعاقه كانت سبب النجاح ديالهم وانا كنقول هادو راه كاين حالات الان في العالم كيديروا محاضرات في العالم سبب النجاح ديالو هو الاعاقه ديالو حتى شي واحد ما شفق عليه الناس هادو راه ما محتاجينش الشفقه الناس هادو محتاجين انهم فقط انهم يعيشوا وسط مجتمع ما نبقاوش نشوفوا فيهم واحد شوفوا بالعكس انا كنقول كاين الناس دابا اللي اسوياء عندهم اعاقه وكاين الناس اللي عندهم اعاقه هم اسوياء هادو ما طاقه في المجتمع بالعكس انا كنقول هاد الناس هادو ما كيعطيو واحد الطاقه لا تتصور لواحد الطاقه في الدماغ ديالهم لا تتصور انا احترمهم كل من الاحترام ماشي من الشفقه بقدر ما هو بالمجهودات اللي كنشوفها انا في الحياه اليوميه ديالي ديال هاد الناس هادو ما حتى هما كذلك من المتتبعين والحمد لله واخا الناس اللي ما كيشوفوش وهذه فرصه باش انني نشير لواحد المساله انا كان عندي كتاب غادي يخرج في رمضان على الصيام اجلت انا هذا الكتاب حتى الاخر ديال رمضان علاش باش نصوروا حلقات اللي تكون حلقات مصورة على شكل الصوت يعني بشكل صوتي اوديو باش ان هاد الناس يكون يستافدوا حتى هما من هاد الكتاب هذايا وداكشي اللي غيكون في الكتاب غيكون مصور هو فعلا غياخذ واحد المجهود كبير ولكن الحمد لله هي هاد الجهود تتضافر من اجل ان هاد الناس هادو من حقهم اننا هم تا هما نوصل لهم هاد المعلومات هادوما الاخ عبد الله قال عنده واحد العياء هو فعلا هاد العياء هو صلب الموضوع السؤال لان احنا الطاقه اللي ولات عندنا انا كنقول الاخر كاينين الناس انا كنعرف شخصيا الناس اللي فاقدين البصر ولكن عندهم بصيره فاقدين البصر وهكاك وكيتحركوا الحمد لله كاين وسائل كاين جمعيات اللي كيعطيهم بعض الوسائل باش ان الناس يتحركوا رغم اللي نصحنا الاخ انه يبعد فقط على المناطق اللي ممكن يكون فيها بعض المشاكل مثلا الشارع ولا هذه يمشي لواحد المنطقه اللي هي كيكون كاين مثلا ونتحركوا شي شويه لان الحركه ضروريه مهما كان الظروف عندنا حنا ولو الانسان يكون مريض كما كان ضروري تكون الحركه بالنسبه لهذا العياء العام وبغيت نشير لواحد المساله مهمه جدا هي المسألة ديال الإنسان ملي كيفيق الصباح. الإنسان أولا كينعس الإنسان اليوم في الإنسان ديال هذا القرن كينعس معطل وكيفيق معطل والغالب اللي كيفيق كيقول لك أنا مدقدق بهذا المصطلح هذايا. خاصنا نعرفوا بلي الله سبحانه وتعالى عطانا واحد إفطار فيزيولوجي وجبة إفطار فيزيولوجية قبل ما تاكل الله سبحانه وتعالى عطاك وجبة إفطار شنو سميتها؟ سميتها هرمون الكورتيزول. والاخوان المختصين كيعرفوا ان هرمون الكورتيزول سي هرمون ايبر غليسيميون كتطلع لنا غليسيمي يعني شنو هو الجوع هو هبوط نسبه السكر والشبع هو صعود نسبه السكر الله سبحانه وتعالى عارفك انك تنوض الصباح بكري وانه لو نوضتي في الصباح بكري راه ربي كيعطيك جائزه وربما ما تفطرش تمشي تشتغل مع الات تشتغل في السياقه تشتغل بزاف الامور الوغ باش تكون واحد الطونيس واحد الحركه الله سبحانه وتعالى عطاك هرمون كيتفرز بين تقريبا 6 الصباح مع الفجر بين 6 الصباح و7 8 يعني 7 ونص 8 الوغ هذه وجبه افطار فيزيولوجيا ممكن تبعوها بوجبه افطار اللي كنعرفوها احنا الناس دابا في وجبه الافطار وهذا خطا كبير جدا الوجبه الافطار اللي كنت غناخذ فيها هذه الاشياء اللي كياخذها الناس دابا من الاحسن بلا ما نفطر لأن يعني الناس كنسمعوا وجبة الإفطار ضرورية، أنا لست مع بأن وجبة الإفطار ضرورية، وجبة الإفطار ضرورية خصنا نوضحوا، وجبة الإفطار ضرورية إلا خدينا أغذية فيزيولوجية، أما إلا غناخذ أنا الملوي وشي حاجة ونخلط ونمشي، شنو كيوقع لي؟ مع العشرة ونص ديال الصباح سواء كنت في العمل، سواء كنت في السياقة، سواء كنت دريري صغير كنقرا في المدرسة،
توقع لي الكود باغ. شنو هو الكود باغ؟ هذا الكود باغ هي واحد هبوط نسبة السكر. والناس اليوم كيعانيو من ارتفاع نسبة السكر، ناس مثلا ديابيتيك، ليبوغليسيمي، هبوط نسبة السكر هي اخطر من ارتفاع نسبة السكر. وان شاء الله غادي نديرو لها حلقة خاصة كتسمى ليبوغليسيمي فونكسيونيل، وهذه كتوقع لنا مع 10 ونص 11. الناس اللي كياخذوا في الوجبه ديال الافطار بعض الاشياء لا علاقه لها بالتغذيه وليست بفيزيولوجيا. اذا وجبه الافطار تكاد تكون ضروريه في حاله ما الى خدينا اغذيه فيزيولوجيا، واشهرها هي الشاي، زيت الزيتون، والخبز الكامل. الو هنا بالنسبه لي انا ما غيوقعليش هذا الكود باغ. اما الى خديت هذه الاغذيه اللي كاينه دابا ونخلطوا شي مع شي ونشدوا هذه الاشياء، وهذه بالنسبه لي انايا يعني هذا الشيء كيوقع سواء كنتي في جميع لي ترونج داج، جميع الفئات العمريه كيوقع على مشكل مع 11 ديال النهار وانت في العمل ولكن المردود ما كاينش، انت كطفل كتقرا في المدرسه التركيز ما كاينش. اذا بالنسبه لي انا فقط بوجبه خسرت مستوى الطاقه وخليت الجسم، لانني كناخذ مثلا ملوي، ناخذ خبز ابيض، ناخذ شي حاجه ندهنها بشي حاجه، نشرب مورا واحد السائل، نشرب شي حوايج، شنو كيوقع لي الجسم؟ داك الطاقه ديالو اللي خزنها خلال النوم، داك شويه ديال الطاقه اللي خزنتيه خلال النوم كتفقدو من في الهضم ديالك، وهذه الطاقه الانزيميه. نعم. نواصلوا في استقبال المكالمات بطبيعه الحال معك استاذ محمد الحليمي، وناخذ هذه المره ام انس من بني ملال. صباح الخير يا لاله. اهلا، صباح الخير اختي. صباح النور. الحمد لله، الله يطول عمرك. نهاركم مبروك، جمعه مباركه. مرحبا لاله. كنشكركم بزاف على النصائح اللي كنستافدوا منها. مبروك عليكم المرتبه واخا متاخره. اهلا وسهلا لاله، الله يطول عمرك. عفاك دكتور، انا دابا ولدي عنده عامين 9 اشهر. درت له الانفاس والفيريتين، والبيبيات ديالو لقينا الفيريتين هابطه 13.80. شحال الهيموغلوبين عنده؟ عنده 13.80. شنو هي هذه الهيموغلوبين؟ اكثر من 25. لا الهيموغلوبين شحال عنده؟ الفيريتين. لا الهيموغلوبين شحال عنده الهيموغلوبين؟ الهيموغلوبين عنده نقرا لك. الهيموغلوبين عنده 11.90. داكا. ها؟ كيحس بعياء؟ عنده عياء يومي؟ لا ماشي بزاف، كيدير معايا لا مارش وهذا، غير هو كانت كتبان عليه الصوريه في الاول فاش درناهم. اها. وصافي وعطاني واحد السيرو قال لي تبعي ليه، راني دابا متبعه له وبغيت غير نشوف الاغذيه اللي ممكن نعاونو بها. ما عرفتش هي ما كياكلش ليا مزيان. نعم. وسمعت بان قالوا لي العدس مطحون وما عرفت ناكلو لي، بغيت نستاشر خاصك لاني ندير شي حاجه ما نزيدش. واخا نجاوبك ان شاء الله. العدس مطحون. وواحد السؤال اخر عافاك سمح لي، انا دابا في العشيه ملي كندير لامارش ولا هذا صافي كنجلس كنعيا بزاف، كيضروني رجليا، عندي الوزن شويه زايد. شحال عندك الوزن وشحال كديري لامارش؟ شحال المده؟ لامارش العشيه كلشي فوق نص ساعه، بعد مرات ساعه. شحال الوزن ديالك؟ طالع شويه عندي. شحال الوزن؟ غير قول الوزن شحال الوزن؟ 90. 90. نعم داك جاوبك ان شاء الله. مرحبا دكتور، شكرا لك. مرحبا. تفضل الاستاذ محمد الحليمي. نعم، هو المساله ديال 11.9 للهيموغلوبين تكاد تكون عاديه، ما كاينش مشكل، الوغ مشكل في الفيريتين، الوغ الطبيب ديالها غيكون عطاها المساله اللي غادا تتبعها. غير عافاكم ركزوا البال، الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الوغ جيد انني نبقى نوصفوا، اما انا ما عندي حتى شي حاجه نوصف انا الحديد كمكمل غذائي، قلت انا في المغرب غنبقى نعاود نقولها، نحن بلد الاغذيه ولسنا ببلد المكملات الاغذيه. عافاكم الله يعطيكم الخير، هذه الموضه اللي كاينه دابا ولا هذه ما نبقاوش نساقوا جهه الموضه ونحطوا راسنا كفئران التجارب ديال هذه الاشياء هذه. الوغ نحن بلد الاغذيه، الوغ الحديد ما كاينش غير في العدس، اذا كانت العدس ماشي بلديه راه بالنسبه لنا الحديد راه كارثي، لان الحديد هو الغذاء الاساسي ديال البكتيريات. وشوف سبحان الله، الله سبحانه وتعالى الحديد حطه وسط الصفر ديال البيض، علاش؟ يعني الا داروا في البيض ديال البيض غيستافدوا منه البكتيريات، حصنوا. الحديد ما داروش في الحليب، الناس اللي كيقولوا الحليب غذاء كامل، الحليب ما فيهش الحديد. واخا؟ حتى ان الام الحديد كيكون مخزون عندها ماشي في الحليب. وبالتالي احنا هذه المسائل هذه، لان الناس الان ولا كياخذوا الحديد بحال الا كيشرب الماء. شوف الناس اللي كيديروا لي كومبليمون سو فورم ديال لو فيغ شنو كيوقع لهم؟ كيوقع لهم كونستيباسيون، وكيوقع لهم تغير في اللون ديال الخروج ديالهم. اذا هذا الله يعطيكم الخير، الناس ما يعطيك المختص
انك تتبع واحد لا دوز خاصك تحترمها. وحتى الناس عاوتاني اللي كيعطيو هذه الاشياء ردوا البال هذه المسائل، لان الحديد راه مساله، لان الحديد مؤكسد قوي. شوفها الى الذهب طاح عليه الماء ما يتصداش، الحديد الى طاح عليه الى طاح عليه الماء يتصدى، لان الحديد هو مؤكسد قوي. كذلك في الجسم ديالنا هو مؤكسد قوي. ان شاء الله في الحلقه حلقات مقبله نديروا حلقه خاصه للحديد، وغنعطيو اشياء دقيقه فيما يخص الحديد باش نحلوا هذا المشكل ديال وفقر الدم ليس بنقص الحديد، هشاشة العظام ليست بنقص الكالسيوم. الوغ مي كنهضروا على العظم كنهضروا على فريق العمل ديال العظم، كلشي كيهضر على الكالسيوم. اخر حاجه هي الكالسيوم، الا ما عندكش معدن البورن الكالسيوم عنده تدور. الحديد كذلك، شوف ذو القرنين بنى السد بالحديد والنحاس، علاش ما بناش بالحديد؟ الله سبحانه وتعالى يقول نحن نقص عليك احسن القصص. الا اذا احنا ليماتوبوييز انتاج الكريات الحمراء والكريات البيضاء والصفائح على مستوى النخاع العظمي كيتم فريق عمل سميته الحديد، وسميته فيتامين بي 12، وسميته فيتامين بي 9، وسميته النحاس، وسميته الزنك. اذا هادو ما كاملين هو فريق عمل. حنا كنجيو واحد من فريق العمل وبداو نهضروا عليه فقر الدم الحديد. كاين الناس اللي ما عندهم فقر الدم من النحاس، الوغ غتعطيه الحديد شحال ما عطيتيه بالعكس كتنمي الكونديدا البيكون فوسط الامعاء ديالو، وكتعطي فرصه لهاد البكتيريات انها تنمو. اذا بالنسبه للاخت اللي غنصحها ان النظام الغذائي اللي كنهضروا عليه هو نظام بسيط، ضروري انها دير خميره بلديه الا قدرات، لان خميره بلديه ما كتخليش الحمض الفيتيك في الخبز ولا في العناصر الاخرى يشد لنا الحديد، لان الحديد دائما مشدود بالفيتات. الوغ الخميره البلديه فيها الفيتاز، والفيتاز هو انزيم كيقطع لنا وكيحرر لنا كيتسموه لي بيفالون جميع المعادن اللي عندها دو بلس ومنها الحديد. اذا هذه النصيحه اللي نعطي الاخت. المساله ديالها 90 كيلو وزن زائد تقريبا اللي غنقول الاخت، انا بحال الا هز معك واحد بيدو ديال 30 لتر ديال الماء فيما مشيتي هزها معك. الوغ 30 كيلو اللي تقريبا زايده عند الاخت، الوغ 30 كيلو راك طلعتي في الدروج كتهزها معاك، مشيتي تمشيتي كتهزها معاك، سي نورمال راه غتحس بالعياء. الناس اللي عندهم زياده في الوزن راه ما نخرجوش ونتمشاو، كنبداو شويه بشويه، كنبداو الا ما كناش من الناس اللي كيتمشاو نبداو بربع ساعه فقط، ربع ساعه نخرج نتمشى ربع ساعه، ندوز واحد 3 ايام 4 ايام عاد ندوز نص ساعه، ندوز واحد 15 يوم عاد ندوز ساعه الا ربع، من وصل لساعه صافي الوغ هنا نحبس غنخرج نخرج معايا الماء. والناس يديروا بحساب الالي والروتور، لان كاين اللي كيقول لك انا غنتمشى نص ساعه كيحرق هذيك نص ساعه ديالو في الالي، ملي كيكون راجع ما كيلقى باش يرجع، كتكون الطاقه تسالت. شوف سبحان الله العياء ملي كيتمشى الانسان كيكون حمض اللاكتيك، الحمض اللبني، والحمض اللبني هو في كيعطينا الام. الوغ الجسم باش يقاوم هذه الالام في حاله الحركه وفي حاله الصلاه، فجسم الانسان يفرز هرمون سميتو لوندورفين، والاندورفين هو اونتالجيك، هو مضاد للالم. نقطه اخيره اللي غنشير لها هي مساله ديال النوم. غنعطي واحد التجربه بسيطه ممكن الناس يديروها باش تشوف شحال الجسم ديالك درجه العياء اللي كتكون عندك. دابا حنا كنعيشوا في هذه الحياه، والرسول صلى الله عليه وسلم وصى اننا من بعد المغرب نحاولوا نطفيوا الاضواء، حنا بالعكس عاد كنشعلوا الاضواء. نعطي تجربه بسيطه، ربما الناس غادي نرجعوا شي شويه نديروا النوستالجيا شي شويه للحياه القديمه، ولكن هذه فقط نديروها غير نهار. شي نهار طفي الاضواء كاملين وشعل غير شمعه، شمعه اولا الشمعه اللون ديالها اصفر مائل للون البرتقالي، واللون الاصفر مريح، بقره فاقع لونها تسر الناظرين. الوغ اللون الاصفر هو لون الراحه، لون البرتقالي هو لون الراحه. ان فوا تشعل داك السمعه غادي تجلس 10 دقائق غينزل عليك واحد العياء لا يتصور. واش هاد العياء ما كانش فيك؟ كان فيك، ولكن شنو اللي خلاه ما يبانش؟ هما داك المحفزات، هما هذوك التلفزيون اللي شاعل هذاك الضوء، الدولير لفت ان الضوء بيات شاعل، هذا ما يخليكش تنعس. اذا شوف العياء منين كيجي، كيجي من الجوده ديال النوم ما مزياناش، كيجي من التغذيه، كيجي من هاد المحطات التزود بالطاقه. اذا هذه فقط حلقه لدعوه للناس اننا نتزود بالطاقه في النوم، في التغذيه ديالنا، في العلاقات الاجتماعيه ما بيناتنا، في طريقه الكلام ما بيناتنا، نحاولوا نعطيو مصطلحات اللي هي عندها وقع ايجابي وعندها شحنه ايجابيه، ونبعدوا على المصطلحات اللي عندها شحنه سلبيه. شوف غامي كتقول مثلا شي غير كلمه راه عندها وقع، ما كتقول شي واحد سرطان، يعني عنده واحد الوقع
ديال ديال الواقع سلبي، ملي كتقول الانسان امل كنقلبوا غير الحروف كنقولوا الم. اذا نشوف دائما الكلام اللي غنحتاج نديروا فيه كل اخلاق ديال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الكلام ديالنا يكون كلام ايجابي، التغذيه ديالنا تكون تغذيه ايجابيه، المعاملات ديالنا تكون معاملات ايجابيه، الافكار ديالنا واخا تكون ضد ولكن تكون طريقه سلبيه لابقه، عفوا تكون ايجابيه لابقه. اذا التعاملات والنوم والتغذيه والجانب الديني هي المحطات اللي خاصنا نزودوا بالطاقة. إذا إحنا ما أحوجنا لها الطاقة في هذا العياء المزمن اللي كنعيشوا فيه في هذا العصر هدايا، على هذا الشيء كامل كيخلينا واحد الإنسان مزود بالطاقة، واحد الإنسان اللي ممكن أنا نحطه في المجتمع ونعولوا عليه في أي عمل ونعولوا عليه في أي وظيفة. وهذا هو الهدف ديالنا، هو أننا نخليه أن لأن بالتغذية بهذا النمط هدايا ممكن أننا نزيدوا بهذا المجتمع ديالنا القدام، وهذا هو الهدف من الحلقة، وأنا نخليه الكائن البشري يمشي في الفطرة دياله، لأن المرض هو فقط حادثة سير في طريق الفطرة. ولا تنسوا أن الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد والشفاء مطلوب، والوقاية خير من العلاج. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الحليمي، وأكيد أنه الموعد متجدد بك بإذن الله بداية الأسبوع في حلقة يوم الاثنين. شكرا جزيلا، ونهاية أسبوع موفقة وجمعة مباركة. شكرا لك. شكرا جزيلا. مرحبا. كنشكر صابر فوندا رفقنا اليوم في الإخراج، سميحة الشوبيس استقبال مكالمتكم. كنشكركم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، جمعة طيبة كنتمنها لكم، دمتم في رعاية الله، صباحكم سعيد وإلى اللقاء.